مصر حره. صح يا مصر حره. يا مصر حره. واللي يخونها ربنا ياخده. هكذا بدا المشهد الانتخابي في مصر. يوم تاريخي ظل المصريون يتطلعون اليه لسنوات طويله. انه يوم انتخاب الرئيس. المصريون يصطفون في طوابير أمام لجان الاقتراع لاختيار واحد من بين 13 مرشحا يتنافسون في السباق الانتخابي، كل منهم قدم ما لديه من خطط وبرامج ومشروعات لخطب ود الناخبين وحشد أصواتهم في صندوق الانتخابات. بعد سنوات عانى خلالها المصريون جوعا وفقرا وبطالة، فأصبح أملهم يتعلق برئيس مصر الجديد. اصحى يا مصريين، كفايكم نوم، قوموا بقى، كفايه قوموا، تعالوا كل واحد يجي يقول صوته ويقول احنا لنا حريه الراي اهو، كل واحد يقول اللي هو عايزه، مش غصب ولا حاجه. انا عايز الرئيس بتاع ربنا يعرف ربنا في الشعب بتاعه، مش اكتر من كده، ويحسن الناس بالمعاشات. عايزين نحس باننا بني ادمين، عايزين واحد يعرف يجيب لنا حقنا ويعرف يتكلم. راجل دوله. عايزين نصحى، وكفايانا 30 سنه شاربين المر، 30 سنه الشباب اتلطم، الشباب ضاع، الشباب اللي مات ده كله، اللي كل طفل وعيل امه محتاجاه راح من غير لازمه، ومش من مش من حد غريب، من قلب البلد اللي ضيع الشباب، هم اللي ماسكين البلد. الانتخابات التي تجرى على يومين يتوقع الكثيرون لها أن تحمل جولة أخرى في حال لم يستطع أحد المتنافسين 13 الحصول على تأييد أكثر من 50% من أصوات الناخبين، البالغ عددهم نحو 50 مليون ناخب. فلا أحد يستطيع التكهن بنتيجة هذه الانتخابات ومن سيجلس على كرسي الرئاسة في مصر لمدة 4 سنوات مقبلة. كما أن المفاضلة بين المرشحين ليست سهلة، حتى أن كثيرا من المصريين ظلوا في حيرة من أمرهم لأي المرشحين يمنحون أصواتهم. للأسف الشديد كل واحد بيتكلم وعود انتخابية، إنما لا بص للميزانية ولا بص للموازنة العامة للدولة ولا موارد الدولة هي إيه عشان يدي وعود. تدي وعود على اي اساس اذا كان انت جيبك فاضي؟ البرامج كلها واحده ومتشابهه، بس يعني في اللي هو اللي عاش الفتره اللي فاتت اللي عانى منها المصريين يمكن يحقق لنا حاجه. يمكن قطعا هي وعود انتخابيه، لكن احنا نتمنى على الاقل 50 او 60% من الكلام اللي بيتقال، لان الكلام مرسل وبيتقال كتير، لكن العمل والتنفيذ هو اهم. وإذا كانت هذه الانتخابات هي أول انتخابات رئاسية تعددية حرة تجري على أرض مصر منذ سنوات وعقود طويلة، فإن ثمة إصرارا على تفادي حدوث أي خروقات قد تعكر صفو العملية الانتخابية في ظل الإشراف القضائي الكامل والمراقبة الدولية والمحلية والحراسة من قبل قوات الشرطة والجيش، إذ يأمل الكثيرون أن تكون النزاهة والشفافية هي عنوان هذه الانتخابات. من هنا يدخل الناخبون لوضع أصواتهم في صندوق الانتخابات، ومن خلال هذا الصندوق سيعبر مرشح واحد فقط من بين 13 مرشحا عبر بوابة القصر الجمهوري ليجلس على كرسي الرئاسة في مصر لمدة 4 سنوات. صندوق الانتخابات لسان حاله يقول: أنا صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذه الانتخابات، ويوم الانتخابات يكرم مرشح أو يبقى له شرف المحاولة والترشح. ياسين الجهري، CNBC عربية، القاهرة.